لازم تحب شغلك؟ شو الفرق بين الناس اللي بيحبوا شغلهم والناس اللي ما بيحبوا شغلهم؟ طب كيف بقدر أصير أحب شغلي؟ طب هل نصيحة اتبع شغفك ونصيحة اعمل ما تحب اللي بنسمعهم كل يوم منطقيين أصلاً؟ اليوم رح نحكي عن كل هاي المواضيع من كتاب So Good They Can't Ignore You للكاتب دكتور كال نيوبورت. إذا حابين تعرفوا أكثر عن هذا الموضوع خليكم معاي لآخر الفيديو. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رند. قبل ما نبلش بالفيديو بذكركم أن تعمل سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. اليوم موضوع الفيديو هذا كتير مهم، بحس لكل فئة الناس، أنا يعني بحس كل أصدقائي هيحبوا هذا الفيديو لأنه إحنا دائما نتناقش بهاي المواضيع. هذا الكتاب أنا من زمان سامع عنه بس ما كنت أعرف شو الموضوع، بس قبل فترة علي محمد علي بسلسلة علي وكتاب عنده على اليوتيوب، حط لكم الفيديو تحت، بلخص هذا الكتاب، وطبعا الكتاب رهيب وأسلوب علي كتير حلو. الكتاب هيك كتير عمل لي كليك وحسسني إني أنا ضيعت وقتي وسنين حياتي كتير منها بفكرة إني أنا نفسي أحب شغلي ومش قادر أحب شغلي. فلما سمعت تلخيص علي محمد علي حبيت إني أقرأ الكتاب، ما قرأته، سمعته أوديو، بس الكتاب من أحلى الكتب اللي سمعتها بهاي السنة، والكتاب كتير مفيد، كل حدا ممكن يستفيد منه، الناس المقبلين على العمل والناس اللي أوريدي بيشتغلوا أكتر حاسين إنهم ما بحبوا شغلهم أو اللي بدهم يعملوا كارير شيفت واللي بيفكروا بكل هاي الأمور حيستفيدوا كتير من هذا الكتاب. خلينا نبلش. أول إشي الكاتب بيحكي بهذا الكتاب كيف إحنا نصيحة اتبع شغفك، نصيحة اعمل ما تحب من أكثر الأشياء اللي إحنا بنسمعها حالياً، وصار كل الناس بجيلنا بدهم يدوروا على هذا الشغف. أنا عندي شغف، بدي أدور على الإشي اللي بدي أستخدم فيه هذا الشغف، زي كأنه كل واحد فينا بيقنعونا إنه إحنا مولودين بشغف فينا هيك جواتنا ولازم نلاقي الإشي اللي له علاقة بهذا الشغف. طبعاً الكاتب كتير ضد هاي الفكرة، بقول لك هاي الفكرة كمان كبرت بزيادة بعد ما طلع ستيف جوبز بخطاب التخرج اللي أعطاه بجامعة ستانفورد أظن وحكى عن تجربته. وطبعاً لأنه إحنا كجيل كتير بنحب ستيف جوبز أو بنعرف قديش عظيم الإنجاز اللي أنجزه ستيف جوبز، نحس إنه هو إشي عظيم، عم نسمع كل كلمة هو حكاها. فحكى follow your passion، ومن وقتها صارت هاي الكلمة كتير كبيرة وصارت دائماً بتنحكى. بينما الكاتب بيحكي إذا أنت بدك تحب شغلك وتنجح فيه زي ستيف جوبز لازم ما تتبع شو حكى لك ستيف جوبز، لازم تتبع شو عمل ستيف جوبز عشان يوصل للإشي اللي هو وصل له. فحكى هو كتير بالكتاب وشرح كيف إنه ستيف جوبز ما كان عنده البري إكزيستينج باشن هاد، بينما بمراحل حياته لما اجته هاي الفرصة ولما صار عنده العوامل اللي بتخلي البني آدم يصير عنده هذا الشغف لعمله بنى هذا الشغف، بالتالي اجت أبل. هو مش الشغف عند ستيف جوبز اجى أبل، احنا دائما عندنا فكرة إنه الشغف أول بده يجي بعدين بده يجي الأشياء الثانية النجاحات معها. الكاتب بهذا الكتاب كله رح يثبت لك إنه العكس هو الصح والعكس هو المنطقي والعكس هو الواقعي، حتى بقصة ستيف جوبز. إذا حابين تقرأوا أكثر عن قصة ستيف جوبز بالكتاب اقرأوا الكتاب، اليوم هحكي لكم عن أشياء تانية. كاتب بلش بهذا الكتاب بيقول لك طيب ليش في ناس بتحب شغلها وفي ناس ما بتحب شغلها، وتوصل الكاتب لثلاث أشياء. أول إشي بيقول لك إن الشغف الوظيفي هو إشي جدا نادر، وبتجربة قام فيها سايكولوجيست كندي بجامعة كندية معروفة بسنة 2002 عمل استبيان وتجربة لطلاب عديدين بكندا وسألهم سؤالين لهدول الطلاب. أول سؤال هل عندك شغف؟ ثاني سؤال إذا عندك شغف شو هو هذا الشغف؟ ولقى من خلال هذا الاستبيان وهدول التجارب إنه 84% من هدول الطلاب طلع عندهم شغف، ولكن 96% من الناس اللي عندها شغف الشغف تبعها أصلاً مش وظيفي ولا له علاقة بالوظيفة. وكانت أنواع الشغف الأكثر تكراراً بهاي التجربة لما سألهم عن شغفهم هي الرقص، التزلج، القراءة، رياضة الهوكي والسباحة. ف 96% ما إلها أي علاقة بالوظيفة أبدا، بينما 4% بس كان إلها شوية علاقة بالوظيفة. بالتالي بقول لك إنه الشغف الوظيفي هو إشي نادر وإشي مش موجود، ومعظم الناس اللي عندهم شغف لأشياء هاي الأشياء هي عبارة عن هوايات وعن فنون مش أشياء وظيفية أبدا. ثاني نقطة بقولها الكاتب إنه الشغف بياخد وقت لإحنا نحققه. إحنا بنفكر إنه الشغف لازم يكون موجود، هو لازم يكون موجود بالأول، إحنا لازم نعمل شغل بالأول ويصير عنا خبرة بالأول بعدين بصير عنا شغف، مش العكس. وحتى انه الكاتب بقول لك انه معظم الناس اللي بيحبوا شغلهم طلعوا هم الناس الكبار والناس اللي لهم فتره طويله بشغلهم وصاروا بمناصب عاليه، بالتالي صار عندهم الثلاث عوامل رح نحكي عنهم بعد شوي اللي بتخلي الناس تحب شغلها اكثر. ثالث نقطه بيحكي عنها الكاتب انه الشغف هو احد مضاعفات التمكن والخبرة، مش العكس، مش الخبرة والتمكن بتيجي لأنه عندنا شغف. ليش نصيحة اتبع شغفك خطيرة وليش هي نصيحة سيئة؟ في نقطة بيحكي عنها الكاتب إنه هاي النصيحة بتخليك تعيس
اسألوني أنا بعرف عن تجربة، أوافق جدا. ليش؟ لأنه نقطة أنك بتخليك اتبع شغفك، بتخليك مركز كتير مع حالك، ولما تركز كتير مع حالك وتركز كتير مع جواتك تصير إنسان تعيس، خاصة إذا فشلت أنك تلاقي هذا الشغف، وهو المنطقي أنك صعب تلاقي هذا الشغف بالبداية، فحتحس أنك أنت فيك إشي غلط. حسب شخص اسمه بنجامين تود، هذا الشخص هو كارير أدفايزر، بيحكي أنه هاي النصيحة اتبع شغفك هي نصيحة جدا سيئة لثلاث أسباب من وجهة نظره. أول سبب هو أنه مش بالضرورة ننجح بالإشي اللي إحنا عندنا شغف تجاهه. يعني لو أنا عندي شغف تجاه الرسم أو تجاه القراءة أو تجاه التزلج، يمكن ما أنجح فيه، مش كل إشي إحنا بنحبه ننجح فيه. ثاني شغلة بقولك إياها، أنك أنت ممكن تحب إشي ويكون عندك شغف بإشي، بس هذا الإشي ما له علاقة بمهنتك. مهنتي إشي وشغفي تجاه التزلج أو تجاه القراءة أو تجاه الهوكي هو إشي تاني تماما. وثالث شغلة بقولك إياها، وهي شغلة جدا منطقية صراحة، إنه الإشي اللي إحنا عندنا شغف تجاهه هلا هو غير الإشي اللي حيكون عندنا شغف تجاهه خلال 5 سنين جاية، وهو غير الإشي اللي كان عندنا شغف تجاهه قبل 5 سنين. يعني أنا لو بديت يوتيوب شانل قبل 4 سنين، بتعرفوا كانت عن شو هتكون؟ ميك اب شانل زي كل البنات التانيين، لأنه اجتني هاي الفترة اللي كنت ميك اب. ويمكن كمان لو عملت اليوتيوب شانل تبعتي كمان 10 سنين تكون عن الأمومة والتربية، أو تكون عن إشي مختلف تماما. فإحنا شغفنا مش ثابت، بيتغير خلال هاي الحياة حسب التجارب والمرحلة اللي إحنا بنمرق فيها. بالتالي نصيحة بنجامين تود إلك إنك أنت ما تبني اختيارك لمهنتك على أساس أنت شو بتحب، ابني اختيارك لمهنتك على إشي في منفعة للناس، لأنه هذا الإشي دائما حيسعدك إذا أنت بتفيد الناس، وإنك تبني مهارات تكون مرنة كفاية بأنها تفيدك بمجالات مختلفة. طيب إذا نصيحة اتبع شغفك واعمل ما تحب نصيحة سيئة وخطيرة، شو ممكن نعمل بدالها؟ كاتب بقول لك إنه في عقليتين، ممكن هذا صاروا 4، في عقليتين احنا ممكن تكون عندنا اياهم، يا اما الباشن مايند سيت اللي هي عقليه الشغف، او الكرافتسمان مايند سيت. الفرق بين هدول الشغلتين، اول شيء عقليه الشغف بتقتنع انه انا لازم يكون عندي شغف بالاول، بعدين بيجي السعاده وبيجي الخبره وبيجي كل شيء ثاني، بينما عقليه الكرافتسمان لا، بتقول لك انه انا زي ما حكينا لازم اشتغل بالاول عشان يصير عندي الشغف هذا. كمان الفرق بين هدول التنتين انه عقليه الشغف بتضلها تفكر شو العالم ممكن يقدم لي، شو وظيفتي ممكن تقدم لي، شو الشركه اللي انا فيها ممكن تقدم لي، بينما عقلية الكرافتسمان بتقول لك انه شو ممكن انا اقدم للعالم، شو ممكن انا اقدم لوظيفتي، شو ممكن انا ازيد للشركة اللي انا فيها. عقلية الشغف بتخليك تعيس لسببين كتير رئيسيين حكى عنهم الكاتب. اول سبب انه هي بتخليك تركز على حالك انت، فيها نوع من انواع الانانية، شو انا شغفي، شو انا بحب، شو العالم ممكن انا يقدم لي، وبتخليك تركز على اسئلة كتير هيك عميقة شبه مستحيل تلاقي لها اجابة، بس شغلتها بحياتك انها تخليك تعيس. تاني شغلة بعقلية الشغف اللي بتخليك تعيس هي انك بتخليك تركز على الاشياء اللي انت بتكرهها بمكانك الحالي ووظيفتك الحاليه. انا بدي الاقي شغفي، فبالتالي انا بركز على الاشياء السلبيه بالوظيفه اللي انا فيها، بالاشياء اللي انا ما بحبها، فبتخليني تعيس بزياده بدل ما اني اعطي لهذا الموضوع فرصه اني انا احبه. ليت الكرافتسمان بالمقابل بتركز على شو ممكن انا اضيف لهذا الشغل، شو ممكن انا اطور بنفسي. قال الكاتب بيحكي لنا انه كيف تلاقي شغف بوظيفتك، كيف تثبت نفسك بوظيفتك، هو انك تكون so good they can't ignore you. شو يعني so good they can't ignore you؟ احنا حكينا باول الفيديو انه يكون عندنا شغف هذا اشي كتير نادر، وعشان يكون عندك اشي هذا اللي اشي كتير قيم وكتير نادر، لازم انت كمان يكون عندك مؤهلات نادرة ومؤهلات قيمة. بالتالي انت لازم تشتغل على حالك كتير عشان تطور حالك، عشان تصير بوظيفة تلاقي فيها الشغف. طب كيف بلاقي الشغف؟ يعني شو هي العوامل الموجودة عشان انا مع الخبرة ومع الوقت ومع شغلي على حالي وتطويري لنفسي الاقي هذا الشغف؟ وهي الثلاث عوامل صعب تتوفر للناس المبتدئين بشغلهم، عادة تتوفر مع الخبرة الكبيرة. وهدول الثلاث عوامل هم الابداع creativity، impact اللي هو التأثير، والكنترول اللي هو التحكم. هدول الاشياء صعب تلاقيها الا اذا انت كان عندك خبرة ولك فترة واثبتت حالك، بصير عندك منصب اعلى، بصير عندك تحكم اكثر، بتصير تحب شغلك اكثر لانك بتصير تتحكم اكثر شو انت بدك تشتغل، شو القرارات اللي بدك تاخذها. غير عن لما تكون موظف جديد ما عندك خبرة، ما عندك مؤهلات قوية كتير، تكون التحكم عندك قليل والتأثير قليل والإبداع قليل، لأنك بدك تنغصب تشتغل مهام معينة عم بزتوها عليك الناس الأكبر منك. بالتالي الناس الأكبر منك مبسوطين أكثر منك، ليش؟ لأنه صار عندهم هدول الثلاث عوامل. بس ليش صار عندهم هدول الثلاث عوامل؟ لأنهم صبروا على المرحلة اللي أنت هلأ مارق فيها، اللي بتقولي أنا وين شغفي. أتمنى إنه هذا الفيديو يكون واضح والأفكار اللي فيه تكون واضحة. عشان تحب شغلك لازم تثبت حالك فيه ويكون عندك الثلاث عوامل: التحكم والإبداع والتأثير.
التأثير. وعشان يكون عندك هدول بدك خبرة وسنين، يعني لازم تشتغل سنين عشان توصل لهذا الإشي. اقرأوا هذا الكتاب، حسيته أنا كتير مهم لهاي الفكرة إذا أنتوا عم تمرقوا بهاي المرحلة. وإذا مش قادرين تقرأوا الكتاب هحط لكم تلخيص علي محمد علي بصندوق الوصف، وخلونا نتناقش بالكومنتس إذا أنتوا مرقتوا بأي تجارب إلها علاقة بهذا الموضوع. كتير رح أحب أسمعها وأحكي عن تجربتي. خلينا نحكي مع بعض بالكومنتس، وإذا حبيت هذا الفيديو اعملوا له لايك واعملوا له شير مع أصدقائكم، أظن كتير أصدقاء حيستفيدوا منه. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المرة الجاية. باي.